نرحب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن النهاردة يوم نسائي أو بنتكلم فيه بس في فقراتنا مع بطلات مصر والنادي الأهلي. الفقرة الأولى كانت عن كرة السلة، الفقرة دي هنتكلم عن كرة الطايرة، والفقرة الأخيرة هنتكلم عن سباق السيارات، والثلاثة بنتكلم إن احنا ضيوفنا فيهم يعني بطلات نساء سيدات جميلات يعني محققين ومشرفينا جميعا حقيقي في مصر. النجمة اللي معانا النهاردة هي من نجمات الأهلي في كرة الطايرة، خلينا نعرف كده مشوارها وبطولاتها أكتر، وكمان نعرف هوايتها ونعرف عن الجانب الشخصي. خلينا نرحب برحمة حسن لاعبة الكرة الطائرة في الأهلي. يا صباح الخير. صباح النور، أهلا بك. منورانا يا رحمة، أهلا بك. منورك مسيرة. تعالي نبتدي بالجانب الشخصي، آخر حاجة قالتها الهوا، نتعرف عليكي أكتر بعيدا عن كونك إحدى لاعبات ونجمات النادي الأهلي في كرة الطائرة، على الصعيد الشخصي والإنساني إيه الأخبار؟ وبعد كده هنرجع بقى للنادي الأهلي بالتفاصيل. أوكي، أنا اتخرجت من FMI Financial Market Institution 2018، بس عندي 23 سنة. ما بتشتغليش؟ لا لسه. مركزة أكتر في الرياضة دلوقتي. ابتديتي أول حاجة مع النادي الأهلي صح كده؟ كان عندك كام سنة؟ 8 سنين. وهكذا وكملت لحد دلوقتي. بعدين في التقرير الانترو بتاعك يعني هي تبدو ان هي ايه صغننه كده في نفسها، بس ما شاء الله في حته نطه، يعني في لقطه شفناها لك انت واصله لاعلى من الشبكه نفسها، فبهنيكي على الارتقاء العالي اللي عندك. ربنا يخليك، شكرا. ليه كره الطايره؟ ليه الفولي بول؟ اشمعنى اخترتيه؟ عشان انا اختي الكبيره كانت بتلعب، يعني هي اللي ابتدت المشوار ده. احنا عشان كنا يعني اعضاء في الاهلي فكنا بنلعب، ففي مدرب شافها هي طويله فقال لها تعالي ونتمرن وشوفي يعني مجد. فدخلت، فكلنا بقى دخلنا البادي. بس من ساعتها بقى يعني هي دي الصوره اللي انت لا، في واحده قبلها متاخده من الوجه. واحده يعني صوره من الصور اللي كانت قبل دي تقريبا. انت طولك كام سنتي؟ 173. انا 170، وكذا حد برضو زمان كان بيقول لي ليه ما تلعبيش باسكت او فولي بول. تعرف الطول برضو بتاع البنات ده في مصر مش كتير، يعني البنات في مصر اعتقد بيتراوح 162 بالكتير 168، بس اللي هو توصل 170 ده بيبقى مش موجود قوي. بس انت اصل هي على القاعد يعني لا تبدو ان هي 170. احنا قاعدين مش باينين يا كده برضو. ذكرياتك مع مباريات ما تتنسيش مع النادي الاهلي، احداث مرت عليكي ومع فرقتك؟ هي كل الماتشات، بس هي اكتر حاجه يعني كان عندنا بطوله افريقيا في تونس، وكنا بنلعب الفاينل مع فرقه تونسيه من هناك اسمها كارتاج. فانتوا عارفين تونس متعصبين شويه، ان هم مالهمش دعوه، دي طايره مالهاش دعوه بالكوره القدم وكده. فالجمهور كان متعصب قوي ساعتها، الحكام كانوا من تونس، فابتدينا بقى يعني نتنشن قوي وماتش يشد قوي والحكام بيعملوا حاجات غريبه، وكان خلاص اخر يعني اخر ماتش الفاينل. فماتش ده عمري ما هنساه، يعني خدنا بطوله افريقيا ساعتها في تونس، الماتش ده كان حلو قوي. طيب رحمه، خليني اروح معاكي كده ونتكلم بصراحه شويه. انت بقالك فتره طويله في الرياضه، يمكن مؤخرا ابتدى شويه يبقى فيه اهتمام بالرياضه النسائيه كمان، اكيد ده انت لاحظتيه في فكره هنا الدعم حتى ولو كان من الخارج، يعني نظره الناس لما تقولي لحد ان انا مثلا بطله رياضيه، النظره الى حد ما بيبقاش فيها نوع من الاستغراب، ايه ده بطله رياضيه بتلعب فولي بول؟ يعني الناس ابتدت تاخد الموضوع ان لا، احنا عندنا سيدات وبنات ممكن فعلا يبقوا بطلات، ودي حاجه المفروض ان هي تشرفنا وكلنا نبقى سعداء بيها. فالنقله دي اللي حصلت انت ازاي يعني لمستيها معاكي في حياتك وفي التدريب؟ لا كلنا طبعا حاسين بيها، يعني في الاول فعلا زي ما بتقولي ما كانش حد بيفهم احنا بنعمل ايه، لو انت اتخرجتي وبتعملي ايه دلوقتي تلعبي طايره يا بنتي فولي بول ايه يعني ايه مستقبلك يعني وبتاع. لا دلوقتي يعني الناس ابتدت تعرفنا وابتدى الموضوع يتعرف وينتشر ان في لا في ناس بتلعب، ودي يعني ده شغلهم او مش شغلهم، ده هو اللي بيعملوه في حياتهم يعني. فلا الموضوع فرق معانا في كل حاجه، حتى في الشارع يعني دلوقتي بقى في ناس يعرفونا. بس تيجي يا رحمه فرصه وانت معانا على الهواء مباشره توجهي كلمه لكل شخص وقف جنبك، لكل شخص عمل معاكي حاجة لطيفة ساعدتك ان انت تخطي خطوة لقدام في مشوارك وفي كاريرك. طبعا اول ناس عيلتي، يعني هم استحملوني كتير قوي لان الرياضة مش على طول كويسة، في ساعات الدنيا بتبقى ماشية كويس ساعات لا، وده بيأثر على المود بالتاني بالظبط. فممكن تكوني مودي في البيت اصلا بالظبط، فهم استحملوا طبعا عصبية وزعل كتير قوي، واي اوقات ببقى فرحانة قوي باوفر، يعني مش فاهمين فرحانة ليه، فبيفرحوا معايا وخلاص. ساعات ببقى زعلانة، ف لا يعني احب طبعا اوجه شكر لعيلتي يعني ان هم استحملوا كل ده يعني.
طيب خلينا بقى نروح لحته شخصيه برضو كده شويه، لان انا هربطها برضو بالرياضه. انا شايفه ان انت مخطوبه صح؟ لسه في الفقره اللي فاتت انا وكريم كنا بنسال ضيفتنا انت مخطوبه ولا لا، ولو جالك عريس بس بره المجال الرياضي ومثلا قال لك بلاش تكملي. شايفه في ناس لسه بهذه العقليه مهما حصل يعني تغيير فكري او نوعي. انت مش مخطوبه من المجال ولا؟ لا مش من المجال. هل بيشجعك؟ هل مثلا قدام بيقول لك لغايه لما نتجوز بعد كده هتبطلي بصراحه؟ لا ولو لا هو بيتفرج علينا عايزين نعرف. لا والله خالص، يعني هو بيقعد على طول يقول لي انت براحتك. انا هو عارفني كده، يعني عارفني بلعب بالي. حلو قوي. فانا عمري ما هغيرك، شوفي انت عايز تلعبي لحد ما تبقي عايزه وخلاص براحتك، يعني على حسب انت عايز تلعبي امتى. لا يعني هو بيشجعني على طول ومعايا في الماتشات وكده، لان عارف ده بره اوريدي موجود. يعني مفيش حاجه او مفيش مشكله بتبقى موجوده بين ان الشخص يبقى رياضي وفي نفس الوقت عنده حياه شخصيه ناجح فيها. بالعكس انا بشوف الشخص الرياضي الناجح هو بيبقى ناجح في كل المجالات مش بس في الرياضه. يعني عاده الشخص الناجح بيبقى ناجح في كل حاجه. فما عند يعني مفيش بره الثقافه دي شويه، هنا بيبقى في بعض التخوفات من الاهالي ومن بعد كده اي شخص لحد بيرتبط بيه راجل او ست. فهي دي بتبقى يمكن ثقافتنا شويه، بس اعتقد ان هي برده مؤخرا ابتدت شويه تتغير. بالظبط. لا لا تمام، يعني مفيش مشكله. هي فعلا نقطه مهمه جدا، لان للاسف زي ما انت بتقولي في كتير من الشباب المقبلين على الزواج لو لما يجوا يتقدموا مثلا رياضيه بشكل عام بغض النظر عن حجم النجوميه في عالم الرياضه، بس واحده بتمارس رياضه بشكل احترافي ممكن يبقى لهم تحفظات معينه على المواعيد، على السفر، على حتى الملابس في بعض الاحيان. ولكن يمكن الكلام ده ينطبق اكتر على رياضات مختلفه شويه، السباحه والنوع ده من الامور. بس هي العقليه فعلا زي ما بتتكلم نهوان. بس انا حاسه الموضوع ابتدى يتغير، يعني ما بقاش لا الناس تفكر زي الاول. ودي برضو ترجع للحته ان هي الناس تعرف احنا بنعمل ايه. يعني زمان الموضوع كان غريب، دلوقتي حاسه ان لا الناس كلها بتعرف. طبعا ما عندكيش بقى الحمد لله المشكله دي. مفكره في ايه للمستقبل؟ مخططه لايه؟ حاطه عينك على هدف معين ايه عايزه توصلي له؟ بس احنا عندنا في المنتخب بقالنا كتير ما كسبناش بطوله افريقيا فيرست ثينج، فان شاء الله يعني حتى يعني مستقبلا يعني ان احنا نكسب بطوله افريقيا عشان نطلع اولمبيات ان شاء الله. كويس جدا. طب مهيئه نفسك ازاي لده غير التدريبات؟ هل بتطلعي مثلا على كره الطايره عالميا؟ في حد معين لاعب او لاعبه معينه انت بتحسي انك بتحبي تتابعيهم؟ الستايل بتاعهم في اللعب بالنسبه لك كويس؟ طبعا ببتدي يعني بتفرج على فيديوز وبتفرج على حاجات كمان الفتنس اكتر اللي بيعملوها بره، وبحاول اطبقها عندنا هنا. حتى يعني مثلا قبل التمرين ممكن انزل انا الجيم لوحدي اعمل شويه حاجات شفتها على الفيديو قبل كده وبس. ولو تعارض الاحتراف مع الزواج، انا مش عارفه ليه بنسال كتير اسئله شخصيه، بس انا حابه اعرف تفكير الجيل الجديد بجد هتعملي ايه؟ يعني لو هو مش موافق ما اعتقدش. لا مش حاسه ان هو الاحتراف فتره الخطوبه ماشي، لكن بعد الجواز بقى بالظبط يا تتجوزي يا تحترفي في الخارج. لا اصل هو يعني هو عارفني كده، مش ايه اللي هيختلف بعد الجواز. هي مجرد فتره يعني، لكن انا نفس الشخص. يبقى ممكن تاجلي علشان الاحتراف. ممكن طبعا. انا عاجبني فعلا التفكير، يعني فعلا في اختلاف حتى في تفكير البنات، مش فكره بس هنا المجتمع. حتى البنت اصبحت هي مش فكره بس عايزه تتخرج. زمان كان يقول لك البنت همها الاول والاخير ان هي تتجوز. لا ده الكلام ده مش مظبوط. انت لازم تحققي كيانك. فانا مبسوطه جدا من النقطه دي. بمناسبه الجواز داويد امتى ان شاء الله؟ لا لسه بقى شويه كده. بالمناسبه برضو كنا بنتكلم من شويه مع ضيفتنا السابقه على تفصيله الاحتراف اللي انت ذكرتيها دلوقتي انت ونهوان. طالما الدنيا عندك متيسرة على الصعيد ده، فكرة ان انت خطيبك وان شاء الله جوزك عن قريب باذن الرحمن يبقى داعم ليكي للدرجات دي، ما عندوش اي مشاكل ما عندوش اي تحفظات، هل فكرتي ولو للحظة في الاحتراف في الخارج؟ طبعا فكرت. وما فيش حد في مصر ما بيفكرش في الاحتراف وكده، بس هو الموضوع دلوقتي عندنا صعب شوية يعني طبعا بسبب حوار الكورونا وكده. فكرتي في ايه؟ فين بالظبط؟ او فريق ايه؟ او في دولة ايه؟ انا اختي بتدرس في تركيا دلوقتي، هو الدوري التركي جامد قوي يعني، ففكرت ان انا اروح سنه حتى اقعد معاها والعب هناك. بس الموضوع مش سهل خالص عشان هما فعلا كويسين قوي ومحتاج حاجات كتير، وانا متعودش برضو ابقى بعيده عن اهلي وكده، فالموضوع بيبقى فيه شويه مشاكل. والوضع في النادي الاهلي تمرين، يعني اليوم في النادي بيبقى التمرين قد ايه؟ الروتين بتاعكم بيبقى عامل ازاي في التدريب؟ احنا طبيعي بنتمرن 3 ساعات ساعه يوميا. 3 ساعات يعني ما عدا يوم واحد اجازه. ساعه فتنس وساعتين بقى في الملعب باليو يوميا. ما عدا يوم واحد. يعني هتعملوا ايه اكتر من ان انتوا بتتمرنوا يوميا 3 ساعات؟ ولا بيبقى البطولات ليها استعدادات خاصه؟ البطولات بقى بنبتدي نتمرن الصبح وبالليل، يعني بيبقى في تمرين الصبح مثلا ساعتين وبالليل ساعتين، ولو في ماتش بيبقى في تمرين مثلا الصبح ساعه ونص كده وبالليل ماتش.
بس ده بطولة افريقيا وبطولة عربية كده. كلام جميل يا رحمة، واحنا سعداء بيكي، نموذج تاني معانا النهاردة في البرنامج جميل. كل التوفيق ان شاء الله، وتبقي معانا السنة الجاية ونشوف كده رحتي لأنهي اتجاه في العلم وفي الحياة الشخصية وفي الرياضة ان شاء الله. ان شاء الله. انا اسعد، ميرسي لك، نورتينا وبنتمنى لك التوفيق. نورتينا، اهلا بيكي.